بعد اختبار المنتخب الفلسطيني الودي في مسقط، ينتظر منتخبنا الوطني الأول اختبارا آخر مهم وصعب فجر يوم غد الأربعاء أمام المنتخب الأمريكي، وذلك قبل خوض تصفيات كأس العالم ونهائيات أمم آسيا مطلع العام المقبل. برانكو رفقة جهازه المعاون وضع اللمسات الفنية والتكتيكية في المران الأخير على ملعب مينيسوتا يونايتد، الميران الذي غاب عنه صلاح اليحيائي ومعتز صالح وعمر المالكي لعدم تماثلهم للشفاء من الإصابة. المدرب الكرواتي سيجد نفسه مضطرا لإيجاد البدائل المناسبة لمواجهة منتخب يستعد لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم، ويمتلك في صفوفه العديد من النجوم التي تلعب مع أندية النخبة في أوروبا. رفاق القائد حارب السعدي مطالبون بالظهور بمستوى يعكس تطور الكرة العمانية والبحث عن النتيجة الإيجابية أمام المصنف 11 عالميا والفائز في مواجهته الأخيرة أمام أوزبكستان 3 أهداف نظيفة. آخر مواجهة للأحمر أمام المنتخبات الكبيرة كانت أمام المانشافت الألماني، ظهر فيها المنتخب الوطني بمستوى مشرف وكاد أن يخرج بنتيجة إيجابية. واللقاء القادم تحد آخر ينتظر برانكو ولاعبي الأحمر لتقديم مستوى أفضل قبل النهائيات الآسيوية والتصفيات المونديالية.